ايمن، هضرنا شويه على الكليب ديالك مع احمد شوقي، وكيف جات الفكره؟ دابا حنايا اصلا كنت غادي للاستوديو وكنت غادي للاستوديو مع احمد، وشنو وقع؟ سجلت اللحن ديالي والكلام وكل شيء، واحمد مشى ولا منين ولا الاستوديو. قلت له احمد اجي خصك تغني في هذه الاغنيه هذه، اصلا كانت ديالي يعني انا بوحدي. ومن بعد جا وغنى ودار داكشي ديالو، تبارك الله البركه ديالو، الحمد لله. راني فرحان من لهذا المشروع هذا، راني فرحان والله، راني فرحان. ايمن، هضرنا شويه على الاجواء ديال التصوير ديال الكليب، كيف داز النهار الاول والنهار الثاني؟ النهار الاول اش غادي نقول لك؟ المهم شوف، كما اي فنان كنتعذبوا، و المهم ما شفت ما سمعت نديرو ورو اللي ما عنده باكاج. طبعا اليوم متواجدين معاك في تصوير ديال الكليب ديالك انت وايمن السرحاني، تهضرنا شويه على الكليب وعلى الاجواء ديال التصوير اليوم كيف دازت؟ اجواء رائعه، وخصوصا بوجود الاخ صغير ديالي ايمن اللي كنموت عليه، انسان رائع جدا، انرجي عنده ماشي عاديه، وفرحان بزاف بالاغنيه لان حاسس ان شاء الله تكون واحد الشيء كبير ان شاء الله. كيف جات الفكره ديال الاغنيه؟ فكرة صراحه الله مع ايمن، دخلنا الاستوديو وصافي كريا الاغنيه وجيت دخلت من الاستوديو، قال لي دخلت غني وطلع داك الشيء واعر بزاف، والله صافي بليزير. واخا هضرنا شويه على التصوير ديال الكليب، الاجواء. الكليب هو بعد ديك الاغنيه الاساسيه كلمات والحان ديال ايمن السرحاني واخراج ديال رضوان اكلاي، والاجواء كما كتشوفوا ما حضرتي معنا واعره بزاف، فيها ستيل فلامينكو مع شويه ستيل ديال ايمن رقاده وداك الشيء، فاكيد في هذا الميلوج هذا غيعطي شي حاجه، شي فروي واعر الفرنسي ديالي انت عارف دائما كيخرج فيها شي حاجه. احمد، طبعا في اي كليب كيكونوا الصعوبه، شنو الصعوبات اللي واجهتوا اليوم في الكليب؟ صراحه ما بالعكس، الناس كامله متعاونه معنا، السلطات المحليه عاونتنا بزاف بزاف، الامن الوطني، الناس اللي معنا لا من ناحيه اللباس ولا الميك اب ولا كل شيء، زعما تبارك الله عليهم، امور كامله وعلى وسط الصحافه تبارك الله عليكم. كنت قبل منا انا. رضوان، حنا اليوم متواجدين في التصوير ديال الكليب بدا احمد شوقي وايمن سرحاني، هضرنا شويه على الاجواء ديال التصوير ديال الكليب. بالنسبه للاجواء ديال التصوير، انت كما كتشوف اجواء الحمد لله مزيانه، وبالنسبه لايمن سرحاني واحمد شوقي، احمد شوقي اول مره غادي نخدم معاه فيديو كليب، وبالنسبه لايمن هذا ثالث تعامل عندي معاه، يعني هذا الكليب الثالث اللي غادي نخدم معاه ان شاء الله. وزعما الصراحه دراري مزيانين وكيعجبنا نخدموا مع بعضيتنا، وكاين واحد التفاهم. طبعا قلتي ثالث عمل ديالك مع ايمن السرحاني، اليوم واش كاين شي ستريس من خلال التصوير ديال الكليب ديال ايمن السرحاني واحمد شوقي؟ وبالنسبه للستريس، اي تورناج كيكون ستريس، هذه واحد حاجه معروفه. يعني الا كنتي غتكون مرتاح وهذا، راه ما غتخرج داكشي اللي خصك، فهمتيني؟ هو بالستريس انا باش كنخرج داكشي اللي كيعجبني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.